مشاهدينا الكرام، بمناسبة الذكرى 97 للاحتلال الإيراني للأحواز العربية، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية الأستاذ محمود أحمد. حياكم الله أستاذ محمود. حياكم الله أخي العزيز. بالمناسبة أنا نائب الآن، نائب الرئيس. نائب الرئيس، نعم. الآن أستاذ محمود، 97 عاما من الاحتلال الإيراني للأراضي العربية في الأحواز، كيف تمر عليكم هذه الذكرى؟ طبعا كل عام أسوأ من العام السابق إليه، لكن كل عام أفضل بالنسبة للنضال الأحوازي وتطور النضال الأحوازي وتوسع النضال الأحوازي وإجبار النظام الإيراني على الاعتراف بالحق الأحوازي يقترب من أهدافنا. نعم. فالنظام الإيراني مستمر بالقمع والقتل والتعطيش والإفقار والتجفيف الأنهر وتجفيف المزارع وتجفيف الأهوار، لكنه هذا كله لا يمنع الأحوازيين من أي تحرك في أي وقت يناسب. وهذه الانتفاضة الذكرى 20 نيسان و15 نيسان الواقع مرت أيضا مع أن كثير من القوى كانت نازلة في الشارع الأحوازي، لكن مع ذلك المظاهرات خرجت ليليا ورفعوا الأعلام الأحوازية عدة أماكن وعدة مدن، والنشاط الأحوازي مستمر إن شاء الله. أستاذ محمود، قرابة قرن من التضحيات قدمها الشعب الأحوازي في سبيل مقاومة الاضطهاد الإيراني وهذا الاحتلال، ما الذي حققته هذه المحاولات المستمرة من الأحوازيين في سبيل إيقاف الاحتلال الإيراني وطرده من الأرض الأحوازية؟ طبعا بالتأكيد هذا النضال الأحوازي حمى نفسه وحمى شعبه من النسيان ومن الاضطهاد الأكثر الزايد بالنسبة للأحوازيين، لأن النظام الإيراني يزداد قمعه ويزداد قتله ويزداد تزداد إعداماته وسجونه للأحوازيين والتعذيب بالتأكيد، لكنه هذا كل الأحوازيين يفشلون بحضورهم بالشارع، بنضالهم بالشارع، بالتحرك، بالنشاط، وهذا ما نحاول نحن من أن نوسع به بتشجيع الشارع. الواقع هو الشارع هو اللي يشجعنا أكثر، لأن الشارع الأحوازي الآن كله على بكرة أبيه يخرج عندما تحصل ضرورة للخروج. أستاذ محمود، يعني ربما أنتم خبراء بالقمع الإيراني أكثر منا. في العراق هناك الوسائل الإيرانية والأدوات الإيرانية تستخدم لقمع الشعب العراقي الذي ينتفض ضد حالات الظلم. في الأحواز 97 عاما أكيد شاهدتم بها وسائل وأشكال كثيرة من هذا القمع، لكن اليوم أيضا نرى بأن الأمن الإيراني يستخدم تصعيدا في عملية القمع ضد من يحاول أن يرفض الوجود الإيراني. ما تأثيرات هذا العنف المستخدم من إيران على المقاومة الأحوازية؟ هو ليس بعيدا عن، ليس خاليا من التأثير، لكنه النشاط النضال الأحوازي توسع وتعمق وتجذر. لا تؤخره هذه التحركات القمعية والنشاط الذي النظام الإيراني يحاول أن، النشاط الإجرامي الذي يحاول والإرهاب الذي يحاول النظام الإيراني أن ينفذه في الأحواز وفي مناطق الشعوب الأخرى، الشعوب الغير فارسية الأخرى، لن ينجيه من المواجهة. وهذا الموضوع نظرا لعمقه ووسعه في إيران أصبح له جماهير وله الناس الذي تسنده من الفرس أنفسهم أيضا. ولهذا انا برايي المتواضع اساسا احنا الحركه الاحوازيه نظرا لنشاطها المميز بين الشعوب الغير فارسيه الاخرى، احنا نامل ان شاء الله لن يطول الاحتلال اكثر، والنظام الايراني هو الى 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 الى, إلى مزبله التاريخ بالتاكيد. في سؤال الاخير لك استاذ محمود، الدور الدولي
في دعم القضية الأحوازية، كيف تقيمه؟ ونحن نرى اليوم بأن إيران تدخل باتفاقيات وأهمها الاتفاق النووي، وقد يكون من ضمن الشروط غض النظر على القضية الأحوازية، على وضع إيران في العراق، على سوريا، على اليمن، على لبنان، قد تكون من هذه البنود. فهل ترى بأن هناك دورا دوليا داعما لقضيتكم، أم أن هناك تهميشا لهذه القضية؟ لا بل صحيح تفضلت به أساسا، ليس دورا داعما بل دورا داعما للنظام الإيراني وكل السياسات التي ينفذها إيران، ليس في الأحواز فقط والداخل وإنما في المنطقة، هي مورد تأييد، وبالذات السياسة الأمريكية. وحضرتك والآخرين من العراقيين يعرفون كيف يناضلون في أمريكا الأحزاب الأخرى حتى تحصل لهم فرصة لمساعدة إيران ومساندة إيران والاستمرار بالنووي مثل ما أراده الرئيس السابق. نعم. نعم. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمود أحمد، نائب رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية، كنت معنا عبر سكايب من لندن.